فلقد التقينا بقادة الأحزاب السياسية، وفي هذه اللحظة من الواضح تماما أن هناك نوع من عدم الرضا وعدم السعادة وعدم رضا عن الأسلوب الذي ينتهجه الجانب التركي. ولكن نقول دائما للمتحدثين والمحاورين أن هدفنا هنا ليس هو توجيه الانتقاد للحكومة التركية. نعرف أن هناك بعض المشاعر غير راضية تماما، ولكن هدفنا من هذه الزيارة هو أن نصحح ونطور هذه العلاقات ونحسنها، ولا نأخذ النتائج نتوصل إليها ونقلها إلى الحكومة التركية عند عودتنا، وربما يكون هناك بعض المقترحات نقدمها لكيفية تحسين هذه العلاقات. هذا هو هدفنا. أنا لست هنا لكي أشكو من حكومة بلدي، ولكننا نستمع بإصغاء واهتمام لما يقوله أقراننا المصريون. كيف لنا أن نتقدم نحو تحسين العلاقات مع الحكومة التركية؟ وهذا أمر هام، ولكن كما أقول إن الفكرة هي التأكد من أننا نساعد في تحسين هذه العلاقات بين تركيا ومصر. لكن كيف لنا أن نحسن هذه العلاقات طالما أنه موقف أردوغان وتصريحاته ما زالت مستمرة بنفس النهج وبنفس الأسلوب، يعني الذي يثير استفزاز الشعب المصري؟ إزاي هنحسن العلاقات وتصريحات ما زالت مستمرة بالشكل ده؟ كيفية تحسين العلاقة بين مصر وتركيا في ظل استمرار أردوغان نفس النهج ونفس الأسلوب في التعامل مع ما يحدث في مصر؟ أعتقد أنه بدلا من أن نخوض في تفاصيل المبادلات والمحادثات المستدولية، أعتقد أن العنصر الأكثر أهمية هنا هو أن الشعب التركي والشعب المصري هما أصدقاء حميمون، نحن أخوة وأخوات، هذا هو المهم. اليوم العلاقات الرسمية تواجه بعض المشكلات، ولكن علينا ألا نأخذ في هذا الوضع الراهن. فالجميع في تركيا يدركون أهمية مصر في منطقتنا، وأيضا على علم وإدراك بقدرة وإبداعية الشعب المصري لحل مشكلاتهم وحل المسائل المتعلقة بحياتهم. هناك أصوات مختلفة في البلدان، وهناك قوى مختلفة في بلدنا أيضا. نحن الحزب المعارض، فلدينا آراء مختلفة عما تنتهجه الحكومة التركية، وهذا في يؤكد على أهمية التركيز على الجانب البناء وليس على الجانب السلبي غير البناء. ولهذا السبب نحن هنا، نحن نريد أن نساعد تحسين هذه العلاقات، ونفهم أن هناك نوع من عدم الرضا بشأن العلاقات الرسمية وكيف التسيير. أعتقد أن هذا البرنامج الذي وضعته تركيا، نحن لا نشكو من حكومتنا فيما يتعلق بتأييدها للمعارضة. هذا ليس هو الهدف الأسمى من هذه العلاقة، ولكن النقطة الهامة وهي العلاقة والصداقة بين الأتراك والمصريين. خليني أعرف إزاي حزب الشعب الجمهوري بينظر